السلام عليكم، مساكم الله بالخير متابعين مربع نت. اليوم جايبين لكم اكثر 10 سيارات كوريه مبيعا في السعوديه سنه 2023، ومعي ضيفي العزيز اخوي الكبير الكابتن عبد العزيز بامعس. وانا قايل له لا تشوف المعلومات، لو سمحت لا تشوف. فنبدا بكم باقل سياره من ضمن العشره، يعني من المرتبه العاشره. وش تتوقع يا كابتن عبد العزيز؟ K5 قريتها، بس ما ادري كم سياره، ما اعرف. طيب لا تقرا خلاص، ما اعرف. طيب ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكيد مع مين؟ مع المربع نت، اخوكم بدر الشراهي، اخوي عبد العزيز بامعس. بسم الله نبدا. بما انه شاف المرتبه العاشره فما اعطانا وجه. طيب كم تتوقع باعوا من سياره خلال سنه 2023 الكيا K5؟ عشان اشوف انا دائما الناس اللي استضيفهم في برنامجي، حلو، دائما احب اسهل عليهم الاسئله والامتحانات. ترى يدك تغطي الجوال وكل المنظر. مين مشكله مين مشكله يعني. طيب هو لا تشوف تكفى. حلو، باعوا اقل شلون اقول لك، يعني كم تتوقع انت قبل 5000؟ شايف عشان K5 شايف؟ لا والله اني راميها. باعوا 5191 سيارة خلال سنة 2023، سيارة جدا حلوة. K5 سيارة حلوة، اخت السوناتا خلينا نقول. المرتبة التاسعة معنا كيا سبورتاج، كم تتوقع من سيارة؟ ولو سمحت، لو سمحت. سبعة؟ لا، ايش؟ 7000؟ لا لا لا، أقول لك يعني في بحر الخمسة لازلنا ترى. تونا؟ إيه تونا تونا. 5600. 5813 سيارة انباعت من نوع كيا سبورتاج. من يحب الكيا سبورتاج؟ المفروض الرقم أكثر يا أخي، كثير سيارة. كثير تشوفها دائما. ما أدري كلها. صراحة سيارة حلوة. موديلات. جديد منها كيف؟ جميل صراحة ديزاين حقهم. ولا غلطة. بالمرتبة الثامنة، شايف ولا لا؟ عشان. لا ما شفت. ما شفت. وش تتوقع؟ طبعا سيارة صغيرة برضو من كيا. اوه ايه، في جاب ترى ها بينها وبين سبورتاج. متوقع من بيجاس؟ لا لا، بعيد مرة. بيجاس؟ لا 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 لا، اقول لك مو بيجاس. لا لا لا، بيجاس ابسك انا، مو بيجاس. المرتبة وش قلنا احنا؟ الثامنة. ايه، معنا سيارة كيا سونت، كم تتوقع من سيارة باعوا سنة 2023؟ والله جاب، أنا بالنسبة لي أنا أشوفه جاب كبير. 10000؟ لا أنت كذا كبرت مرة. باعوا يا أخوي عبد العزيز بامعس 7306 سيارات. لو سمحت حنا في استديو، تقدر تناظر أي شيء إلا الجوال. والسيارة اللي جاية بالمركز السابع تتوقع وش هو أخوي عبد العزيز؟ أنا قد امتلكتها وسهلت لك مرة السيارة هذه. تدرون مشاهدين، انا ريحت المصور معرض جواله وكاتب له سوناتا سوناتا. هذا من ضيف. ليش انتم كذا؟ عشان هذا حسن ضيافه مع الضيف. لا يا اخي يا اخي، انت شوف، انت راعي محل ما انت راعي، بس لا تاخذها بال ما يعني، لا تشوف الجوال. عموما عندنا السوناتا باعوا كم تتوقع؟ 8000؟ لا، 7. ها قرب شوي، قربت انت بحر السبعه. 7 و700. قلنا الكيا السوناتا 7306 سيارات، صح؟ هذه 800. قربت. عموما باعوا سنة 2023 7906 سيارات، وتوقعت أكثر. سوناتا ما شاء الله تبارك الله، سيارة حلوة، سعرها حلو، مواصفاتها حلوة كثير، سوناتا عزلها حلو، صرفيتها حلوة، جربناها حنا. تقدرون تشوفوا تجربتنا أو تجربتي أنا، مو عبد العزيز، تجربتي أنا في السوناتا 2024 فول أوبشن، لون رمادي، سقف بنوراما، شاشتين 12.3 إنش، صح؟ 3 إنش والله صح، رادار صافي، شاشة إزاز مدبل، سيارة حلوة. شكرا. بالمرتبة السادسة عبد العزيز، سيارة صغيرة مرة من هيونداي، صغيرة، وأنت قد سكتها وأنا قد سكتها، وقد دخلنا فيها تحدي وقت أو سباق، كنا في حلبة من الحلبات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية. آيتن. سهل، أنا تدري مو بقرب، أنا قاعد أعلمك القصة. طيب آيتن باعوا في سنة 2023 10925 سيارة. هذه النقزة القوية، ما بيقول لي نقزة سيارة بقى. صغيرة سعرها. إي بس هذه نقزة بينها وبين المرتبة اللي قبلها. فعلا هنا نقزة، تكلم عن 7900 إلى 10900، تكلم حول 3000 سيارة.
وبالمرتبة الخامسة وش تتوقع أخوي عبد العزيز؟ طبعاً نتكلم عن هيونداي. على زين هيونداي. وفي جاب ها؟ جاب حدود 2000 سيارة. كونا؟ لا. توسان. صح. صح. توسان. كم تتوقع؟ نتكلم عن. 2000 يعني 12. إيه أنا قلتها عشان كذا تكلمت عنك ما خلتك تجاوب. نتكلم عن 12000 سيارة و243 توسان أنباع في سنة 2023. طبعاً توسان واحدة من أول السيارات اللي تغير شكلها. صح. إلى الشكل والهوية الجديدة حقت هيونداي بالشبك حقهم ذا الغريب. باللد اللي مرة رافرف للرافرف هوية هيونداي جداً حلو. بالمرتبة الرابعة هيونداي. كريتا وباعوا 13000 سيارة و858 خلال سنة 2023 وأنا أشوفها تستاهل سيارة حلوة صغيرة كروس أوفر. طبعاً كريتا من السيارات القوية عند هيونداي وتلميع هندي مو معناها أنه سيء. الهند تخيلوا الهند عندهم تحفظ على سياراتهم يعني إيه مو طبيعي صح. أن واحد من هنود اللي كانوا معنا في الريفيوز اللي قد سافرت برا قلت له أنكم سيارات صينية طالع فيني زعل قال لا مستحيل تدخل الصين دولتنا سياراتنا قوية وصناعتنا قوية وكريتا مو هي السيارة الوحيدة الهندية اللي عندهم الأبنيو أيضا. صح. وصلنا الحين للتوب 3 لأكثر سيارات كورية مبيعا سنة 2023. عبد العزيز المرتبة الثالثة وش تتوقع السيارة؟ طبعا السيارة من كيا لأني أتوقع أنك مستحيل تجيبها فبقول لك السيارة أو أقول لك الشركة. طيب منك معلم. يلا وش هي؟ الشركة اسمها كيا أعرف الشركة. والله أنا شايف والله حلفت لكم. عموما كيا كم تتوقع بقى؟ في جاب ها؟ جاب بين لا والله جاب 1000. وش كانت الجولة؟ ماني معلمك. عموما كيا بيقاس باعوا خلال سنة 2023 14000 سيارة و445 حبة خلال سنة 2023. بالمرتبة الثانية تجيكم هيونداي الانترا. السيارة اللي ما شاء الله تبارك الله سريعة عملية شكلها حلو وفعلا عملية يعني عادي واحدة تشوف واحدة نظيفة وشكلها مرتب ماشي 350000 ودائما السيارات أصلا إذا اهتميت في صيانتها أمورها هذه كلها راح تعمر معك. نتكلم عن 27000 سيارة و164 الانترا انباعت خلال سنة 2023 وهذا يا كابتن عبد العزيز يدل على الرقم حلو. الانترا فيه رينج قوي يعني بالمواصفات من ستاندر إلين الان وفي هايبر بعد فتخيلوا الجاب بين المحركات بين 2.0 وش المحرك الثاني 1.6 1.6 اي 2.0 1.6 2.0 تيربو اللي بالان الصاروخيه ايضا عندكم الهجين منها صفيات تعتبر جدا ممتازه بالهجين وفل كامل في الهجين واسعار تتفاوت من 80 الى 150 تقريبا مع الانترا ان وتتكلم يا عبد العزيز 27000 سياره لا وكسور 27164 شفت الجاب القوي ترى المرتبه الثالثه 14000. وش تتوقع عبد العزيز المرتبة الأولى؟ أكثر سيارة كورية مبيعا سنة 2023. كل كوريا ذكر أنا باقي واحدة بس خلاص. وش هي؟ شايفها ولا أنت شايفها؟ طيب الإكسنت يا جماعة الخير باعوا في سنة 2023 31359 سيارة وعلى طاري الإكسنت شوف الإكسنت الجديدة شفتها؟ ركبتها؟ إيه فول كامل؟ شفتها أنا في معرض الرياض سيارة حلوة حجمها يعني أول وش اللي تعرف عن الإكسنت؟ سيارة صغيرة مرة وتزبنك داخل مدينة كده بسرعة تخلص مشاويرك والأمور هذه لا الحين صار فيها مواصفات يعني تكلم مراتب جلد فيها تهوية مراتب صح؟ ايه فيها تهوية مراتب أذكر لا لا ما فيها إلا LED عالي واطي ما شفت أنوارها أمامي والخلفية كلها LED سيارة حلوة وصارت أكبر من قبل فأكيد راح تحتل المركز الأول بحكم أسعار. كده انتهينا من حلقة اليوم إن شاء الله لكم استفدتوا واستمتعتوا من المعلومات اللي قدمناها لكم على طاري أكثر مبيعا وش السيارات اللي استغربت أنها من أكثر السيارات اللي انباعت ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد مع أكيد مع المربع نت أخوكم بدر الشرايهي أخونا عبد العزيز مامعس الضيف اللي ثقيل دم شوية الله يوفقه إن شاء الله شكرا إن شاء الله قريب على خير في الحلقات القادمة في أمان الله.